اليوم راح أعمل قراءة العلم لبرج القوس. إيه طبعا راح تكون قراءة عاطفية والعمل والصحة. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون. إيه شوف لك أنت في طاقة نارية، هي يعني طاقتك. إيه أنت شوي متجمد المشاعر، وانت شوي هيك حازم وعندك قوة، وكأنك مارق عليك كتير، وكأنك في وقت نضوج، نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل، وحاسس نفسك انك انت نضجت، كأنه مارق عليك اشياء كتير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط، في زواج. للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه، واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم، او دخل في علاقة غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان أنا شايفة هذا الشخص مهتم في عمله وإنجازاته. الشخص هذا مارق برحلة، هي رحلة الإنجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقة، أو خرج من موضوع زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للأمام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل، لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. نلقوا كروت النصيحة. نصيحة لبرج القوس، هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the time، الوقت مش مناسب. هناخد لك كمان كارت، حس هيك قلبي بده، لازم اخد لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر القليلة رايت الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس، هيلينج فاميلي اسيدز. لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. احتمال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل، او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. احتمال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال، وهدول الاطفال بدي احكي لكم انه مش مسامحينه او زعلانين منه، وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. احتمال it is for you to love. هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني يفتح قلبك للسلام وأعطاء أفضل طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال، بقول لك هو آمن أن تحب. شوف لكم كمان
الشخص طالب من شيء، إما عمل أو زواج. طيب هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة، يعني خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة، وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكو لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخدوا خيارات. خلينا نشوف، القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص ده مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بيفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا المتحير في أسرته بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص ده فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شايفك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم كل شيء في عملك، في الحياة عامة، في المشاعر، في الحب، كل شيء كنت صارم. وانت شخص مرتب، مرتب جدا، وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيالله كلام يقنعك، انت مش سير خداعك، مش سير خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك، الشخص ده معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكنه شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشافك انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشافك عقلاني جدا جدا لدرجة انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بقطعش فيك الاشياء الخداعية، يعني مثلا يخدعك شيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقله الباطني؟ نشوف انت في عقله الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر، احتمال انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شايفك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية، مش متسرع. شايفك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية لكن انت بتكون قصده. شايفك يا برجك مرح وبتحب الحياة، القوسيك مرح بحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه، وشافك هيك انك بتتجاهل كل شيء يؤلمه، بتغيب مثلا يوم بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، تقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية، يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها مثلا بتعمل مديتيشن او تعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الأحداث اللي صارت، وبتقوم مطنش كل إشي وبتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار إشي في حياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك أنت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن أنت شخص مشهور أو في شيء أنت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف أنك أنت مجازفتك
انت بتكون متأكد انها رح تنجح، صح؟ انت مجازف، انك مجازف على شيء انت متأكد وواثق منه انك رح تنجح. لا، هو شايف انه العلاقة هاي ثلاثية، اما من طرفك انت يا برج القوس او من طرفه هو. انا شايفك انت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بواجه مشكلة، هو شايفك انك انت بتحب العلاقات الكتيرة واللمة اللي حواليك ومتخربط فيك. هل انت بتحب الاستقرار مثلا او بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، هو شايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الأسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الأسرة نفسها، هاد شرطهم مثلا، هو قلقان يرضي الأطراف جميعها. احتمال إنه يكون الأب مسيطر عليه أو الأخ الكبير مثلا، هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا في عندكم مشكلة في الأسرة، وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إنه مفيش استقرار أسري عندهم. أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايف فيش اكتفاء بينكم، او انتوا مش من مستويات بعض، حاسس ان هاي العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. وشايفك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شايفك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن بتعرف تاخد حقك، بتعرف تاخد حقك، شايفك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. شايفك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. احتمال شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طب انت كيف شايفه؟ انت شايف شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر، الشخص هذا شايفه انه هو مثلا يعني اتعبك كتير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفة طويلة معاه. الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار اعصاب منه، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عند كلمته، شايف شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها
يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شو ناوي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلا، مش هلا. خلينا اشوف الكروت المصلحة. هو بقول لك امن انك تحب، احتمال انك انت دخل حياتك شخص اخر غير هذا الشخص اللي احنا بنقرا له، لان الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي إله مش إله. هذا اي راي تايم، هذا مش وقت الشخص، لان الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص هذا اما متزوج او دخل علاقة اثناء انتو كنتوا معاه. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي واسأل ربنا انه هل مثلا اذا الشخص هذا منيح في حياتي فقدم اللي فيه خير، واذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادري شيء لنفسك. بقولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة هذا نيكس. طيب خلينا نشوف هدول شو بيحكوا لك. في خيارات عديدة عندك، انت في حياتك اشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عارض عليك حب، عارض عليك شيء، في خيارات لازم تاخدها انت، في خيارات لازم تاخدها. وهقول لك خيارات صحية. الشخص هذا غير صحي لحياتك، الشخص هذا اما مرتبط وانت شايفه مرتبطة فكرة، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك. الشخص هذا مقرر اصلا يضل بعيد ومختفي، و تعرف الشخص هذا شو بتشذر لك، شو بصير في حياته او شو نواياه من ناحيته. الشخص هذا ضل مسيطر على نفسه وملتهي في اللي هو ملتهي فيه، في عنده نقاشات بمواضيع اخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف ثالث. خلينا احكي لكم الابراج. إيه عندنا؟ برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الاسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني يعني، ما بهمكش ولا اشي. انت بتنفجر مرة، انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة فرقة وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش عن حقك. لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط، تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، الدل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع. نواياه انه يخبي مشاعره ويسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من اتجاه الأسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الأطراف، يرضي الأطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الأبراج، من برج الأسد، الدور، الصقر أو النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء. يعني الطاقات كلها متجمعة هون، كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية. كلها موجودة، حكينا كل الأبراج. عندك برج الحمل، أنت في طاقة الحمل، برج الحمل، أنت في طاقة غيظ الحمل، وأنت شايف شخص تزوج أو دخل طرف آخر في حياته أو مستقر في زواج. فعلا هذا الشخص، الشخص هذا زعلان، ترك شيء هو زعلان من الأسرة، احتمال من الأسرة، احتمال الطرف، الشخص هذا في طرف. خلينا نشوف الكراش. عموما بقول لك خلال الشهور القادمة، بس في شايف للبعض منكم عروض حب من شخص آخر داخل حياته، وشايف أنا في حدا بده يعرض عليكم عرض حب، في عرض حب، في عرض حب، بس انتوا مشغولين في هذا الشخص.
انتوا زعلانين منا، زعلانين منا، متجمدين، حاسين علاقة استنزفت وقتكم وصبركم واستنزفتكم هي العلاقة. خلينا نشوف الجراش، في خيارات عديدة حكينا لكم، وشوف انت شو لمصلحتك طبعا يعني. وادعي دايما ربنا انه ما يعلق قلبك شخص هو مش رح يكون الك. كراش، انت يا برج القوس تعبان، انت شايف في شخص في علاقة ثلاثية او شخص فرحان وانت زعلان، يظهر لك فرحة وانت زعلان، في شخص تركك قطع معاك، الشخص هذا في معركة طاحنة. طيب انا نشوف كراش شو مشاعر من ناحيتك، مشاعر انك تركته ورحت، تركت وروحت، مش بقول لك انت زعلان، وفعلا مش شايفك انك انت تركت واختفيت تبعت. طب هل هو بيحمل مشاعر نفس مشاعرك، هو بحبك او معجب فيك؟ شخص زعلان من عليك جدا زي ما انت زعلان، هو زعلان. الشخص هذا، الشخص هذا داخل فيه مشاكل. طب شو نوايا من ناحيتك؟ نوايا انه يصالحك، بيقدم لك اعتذار. الشخص هذا دخلك فيه مشكلة انت كنت بالغنى عنها، الشخص هذا بتذكرك وبفكر فيك وبفكر كيف يصالحك. الشخص هذا نوايا انه اما تجمعكم صداقة او يجمعكم تصالح، يعني بده يتصالح لو حتى بس خلينا اشوف هل راح يصالحك بهذا الشيء. حاليا لا، حاليا لا، بس الشخص هذا في انت اعترفت له في الحب و... او كان بيناتكو شوية تكريش اعجاب وكلام اعجاب، والشخص هذا زعلك، زعلك وهو حاسس انه زعلك وعارف، وهو بفكر صالحك وحس بحنين اليك، في شيء بشده اليك هذا الشخص، عشان هيك هو زعلان، زعلان جدا. الشخص هذا حاليا بمرق في مشكلة، في مشكلة مع في العمل مع أشخاص. الشخص هذا أو شاف إنه أنت اعترفت له في الحب وهو عمل لك مشكلة. حاليا الشخص هذا مش رح يعترف، مش رح يعترف. طب هل رح ياخد خطوة مثلا هيك هيك من بعد شو الكشف؟ الشخص هذا رح ياخد خطوة، لكن بعد تطبيق في الأمور وبعد هدوء نفسك أنت، بعد ما تصفى وتهدى من ناحيته. عنا برج السرطان الكراش. طيب خلينا نشوف عملك يا برج القوس. أنت عملك جيد، أنت مسيطر على أمورك في العمل، أنت احتمال تكون طبيب بيطري أو احتمال تكون معالج روحاني. خلينا نشوف كيف راح يكون وضع عملك. أوه نايت أوف بنتيكل، الكينج أوف بنتيكل، أنت راح تكون شخص مستقل في عملك، وراح يكون مفتوح لك باب مثل باب باب علي بابا، كنوز علي بابا يعني. رح تكون مستقر ماديا جدا، عندك استقرار مادي جدا، زاد اذا كان عندك انت شخص مثلا صاحب اراضي زراعيه، او انت بتربي مواشي، انت بتربي شيء. طيب كيف صحتك يا برج القوس؟ انت بتطلع من، انت بتتشافى وانت مريض او عندك وعكة صحية، عندك وجع بالراس او وجع بالصدر، يمكن انت عندك في المعدة جرثومة انت بتتشافى منها، انت احتمال ان في عندك انفلونزا.
طب كيف رح تكون شغل صحتك؟ لا تمام، ما تهتم، كل شيء تمام عندك يا برج القوس، كل شيء تمام. رح يكون عندك، استقرار مادي واستقرار أسري واستقرار صحي، و فيش عندك أي مثلا عثرات صحية أو لا، أنت رح تطلع من الوقت الصحي. أنت عندك إنفلونزا أو جرثومة، يعني إشي بسيط وأنت بتتعالج منها حاليا، بس رح تتشافى وتتعافى وترجع أحسن من أول. فشكرا لكم يا برج القوس. لو سمحت، إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليصل كل جديد.